إذن تحول كبير داخل الحزب بفضل منتخبين، بفضل الشباب، بفضل النساء، يعني الفيدراليات ديالنا اللي كيعملوا واحد العمل اللي هو جد كبير. ويمكن لنا نقول لكم أنه الآن من بعد أكثر من سنة ونصف ونحن داخل الحكومة ومن بعد انتخابات، حزبنا في صحة جيدة. مستعدين نمشيو للأمام، ومستعدين نمشيو لواحد لاجوندا أخرى إن شاء الله في المستقبل. ونحن فرحين وكتافنا سخان وقويين بالعمل ديالكم اليومي وبالعمل اللي كتمشيو فيه مع المواطن. الدار البيضاء الجهة، الدار البيضاء أنتم كتعرفوا بأنه 20% ديال الساكنة اللي كاينة في المنطقة ديال المغرب، تقريبا 31% ديال البيب ديال اللي كاين في البلاد كاين في الدار البيضاء. أكبر في ما كتمشي لي راسيو ديال العربة ديال الطرقان ديال هذا ديال الاستهلاك كله كاين في الدار البيضاء، وكيطلع ل 30% وكيطلع ل 40%. إذن يعني هي في قلب المعادلة ديال التنمية ديال بلادنا. بلي كيكون شي مشاكل يعني في الجهات، أو لا يكون لا قدر الله جفاف أو لا قلة الأمطار، كتحسوا به في الدار البيضاء. الوقت اللي كتكون مشاكل عند الساكنة هنا في الدار البيضاء كيحسوا بها المواطنين داخل يعني الوطن كله.